ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. لو اول مره تشوفوني انا لورا ودي قناتي، ونقدم في القناه هنا محتوى خاص بالرسم والفنون والاعمال اليدويه، وكمان بنشجع الشباب والبنات ان هم يبداوا مشروعهم الخاص وينموا الشغف في حاجه بيحبوها. يلا بينا نبدا الفيديو النهارده. في الفيديو النهارده هنعمل حاجه اسمها سكب اكريليك. هنعرف يعني ايه سكب اكريليك، هنعرف ايه الالوان اللي بنستخدمها في سكب الاكريليك، وعندي ليكوا شويه اسرار عشان سكب الاكريليك يطلع مظبوط مش هتلاقوها في اي مكان تاني. الفيديو اللي فات عملنا مع بعض الوان الاكريليك وجربناها على الورق زي ما انتم شايفين كده، وعدتكم ان انا هعمل لكم بيها 2 فيديو، واحد سكب اكريليك وهو الفيديو ده، والفيديو التاني هو ان احنا نجربها على القماش. وانتوا سألتوني كتير جدا هل هي تنفع للرسم على القماش، وانا اوعدكم ان الفيديو اللي جاي هيكون هو تجربة النوع ده من الالوان الاكريليك اللي هو معمول في البيت على القماش. هنشوف اذا كانت هتنفع ولا لا. انا بجهز ان شاء الله للفيديو، عشان كده ما تنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ما بين قوسين عشان يوتيوب يبعت لكم اشعار او نوتيفيكيشن ان انا نزلت الفيديو، والفيديو ما يفوتكوش ابدا. يلا بينا نبدأ في سكب الالوان. انا هنا هجهز الالوان الاكريليك بتاعتي. لو انتوا ما عندكوش الالوان دي او انتوا مش عايزين تعملوها في البيت، عادي جدا تستخدموا الالوان الجاهزة، مفيش اي مشكلة. اللي انتوا شايفينه ده لوحات انا كنت عاملاها قبل كده لسكب الاكريليك، تجارب قديمة ما كانتش ناجحة قوي. لو انتم ملاحظين هتلاقوا فيه تكتلات كده، استخدمت فيها مادة هقولكم عليها قدام دلوقتي، يعني هقولكم الميديم او الوسيط اللي انا استخدمته ما كانش احسن حاجة. هقولكم سر الوسيط الصح واحلى وسيط تستخدموه بديل للبورينج ميديم. اول حاجة قبل ما نبدأ انا هغلف المكان اللي انا هشتغل فيه كده بحاجات احميها، بس علشان سكب الاكريليك شوية بيبهدل الدنيا. البسوا حاجة كمان ما تكونوش عايزينها علشان ممكن اللبس بتاعكم يتبهدل. جهزوا الحاجات اللي انتوا هتسكبوا عليها. انا هسكب على لوحات ام دي اف، وكمان في الاخر هجرب معاكم السكب على النصبيان. ايه هو النصبيان؟ النصبيان هو كرتون مقوى وبيتباع في المكتبات. انا اسفة ان الفيديو ده هيكون فيه كم معلومات خرافية، لو انتوا مش فاهمين حاجة انا بقولها اسألوني تحت في الكومنتات وانا هجاوب عليها على طول. جهزت عندي الحاجات اللي هسكب عليها، الحاجات المعدن اللي انا حطها تحتها دي يعني ادوات مطبخ قديمة هتسهل عليا بس ان انا اميل اللوح وانا بشتغل. تعالوا نشوف احنا محتاجين ايه. هنحتاج كمان الجلوفز دول عشان نحمي ايدينا. خلوا بالكو النوع ده من الجلوفز او الجوانتيات مش احسن حاجة علشان طري كده وبيبهدل، فاستخدموا النوع اللي بيبقى غامق وتقيل. محتاجين مادة تخلي الالوان الاكريليك زي ما انتوا شايفين كده ناعمة وانسيابية، لان طبيعة الالوان الاكريليك ان هي تقيلة شوية ونوعها يعني بتبقى شبه الكريم كده او يعني اللوشن مثلا. فاحنا محتاجين حاجة تخليها ناعمة وانسيابية، عارفين كده قوام اللبن التقيل، اللبن التقيل، اللبن رايب، الروب، اللبن اللي هو بنسميه في مصر لبن رايب، معرفش بقى الدول العربية بتسموه ايه، يعني حاجة كده. المهم احنا عايزين نوصل للقوام اللي انتوا شايفينه ده. في ناس بتستخدم الغراء الابيض، وده اللي انا كنت مجرباه قبل كده في اللوحات اللي انتوا شفتوها في الاول، وبصراحة محبتوش، مش سهل في الاندماج ولا بيدي نتائج خطيرة يعني. اما في الفيديو ده هنستخدم مع بعض الورنيش المائي وهنشوف تأثيره ونتائجه ايه. كمان ممكن استخدم سيرم الشعر علشان اعمل خلايا اللي هي بتبقى دوائر كده بتشوفوها في لوحات سكب الاكريليك، وهجربها معاكم. اول حاجة انا هستخدم الكوبايات البلاستيك دي علشان اخلط فيها كل حاجة انا هعملها. هجيب كوباية بلاستيك واحط فيها شوية مية مثلا لنصها، وهضيف عليها شوية من الورنيش المائي زي ما قلتلكو. لو حابين ان انتوا تستخدموا الغراء الابيض مفيش مانع، بس انا حبيت الورنيش المائي بصراحة وانصحكم تجربوه. هخلطه لحد ما قوامه يبقى شبيه كده بقوام زي ما قلت لكم اللبن اللي هو الحليب التقيل، يعني عارفين خلطة الكريب، عارفين خلطة الكريب هي بتبقى كده تقيلة شوية بس مش مية، يعني مش مية وفي نفس الوقت مش تقيلة قوي، مش زي قوام الكيك مثلا، لا حاجة كده ما بين الاتنين. والخليط ده همزجه مع اي لون انا هستخدمه. انا عندي هنا اللون الابيض، هعيد تقليبه، احنا عملناه مع بعض في الفيديو اللي فات. انا طبعا هسيب لكم لينك الفيديو اللي فات في الديسكريبشن بوكس.
هضيف بقى شوية من الأبيض على شوية من البورينج ميديم وهقلب. طبعا البورينج ميديم انتوا مش مضطرين ان انتوا تعملوه في البيت لو انتوا قادرين تحصلوا عليه، لكن هو مش متوفر في مصر، وحتى لو توفر هنلاقي سعره غالي جدا، ف عشان كده بنعمله، وكمان اعتقد في الدول العربية مش متوفر قوي. بدأت حطيت على اللون الابيض، اول حاجة حطيت عليها البورينج ميديم، بعد كده حطيت عليها نقطة من الاحمر علشان اعمل لون بينك، وحبيت اكسر درجة الاحمر بنقطة من الاصفر عشان يطلع عندي اللون ده، بنسميه اعتقد لون سيمون يعني. اعتقد كمان هعمل اللون البرتقاني او اللون احمر احمر برتقالي كده بنفس الطريقة، البورينج ميديم وعليه اللون ونقلب. عملت كمان اللون الاصفر بس عملت كمية صغيرة لاني مش ناوية اعمل منه كتير. تعالوا بقى في المرحلة الرائعة، هنسكب الالوان، احلى مرحلة في الدنيا. هكوب الالوان بالشكل ده على الاجزاء زي ما انتوا عايزين، لو عندكم فكرة معينة او تصور في دماغكم نفذوه، او لو انتوا حابين تعملوا زي كده تقدروا ان انتوا تجربوا. هبدأ هقسم اللوحة عندي جزئين وهبدأ اسكب الالوان، الجزء الفاتح مع الجزء الغامق. انا كان عندي تصور ان انا اعمل حاجة يمكن تكون شبه ايه النور او النار كده، وهتشوفوا دلوقتي انا هعمل ايه. حطيت اللونين دول وهحط في النص اللون الاحمر. اوريدي بقت لوحه يا جماعه، خلاص ده هي اصلا كده خلاص لوحه. تعالوا نجرب نحط الاصفر. مشكله النوع ده من الفن اللي هو سكب الاكريليك يعني مغري جدا ان انتوا تفضلوا تحطوا تفضلوا تكبوا، فيعني بصوا شكله عامل ازاي، انا مبهوره انا مبهوره، تحفه تحفه. انا مرتاحه جدا كمان للمكونات اللي احنا استخدمناها اكتر من اي حاجه استخدمتها قبل كده. هفضل احط لحد ما احس كده ان يعني انا راضي عن الموضوع بالشاليمو ده، وهنفخ في الالوان بحيث ان انا اخليها يعني تسحب كده لقدام. زي ما انتم شايفين كل ما بنفخ فيها، ممكن تنفخوا ببقك عادي بس نفسكم هيتقطع. هزود كده الوان، عايزه يبقى فيها غنى لوني اكتر. هساوي بقى الاطراف عشان كمان الاطراف يكون فيها لون، اللون الاصفر حلو قوي بكتر منه. شويه نفخ كده على السريع. واو شايفين شكله عامل ازاي، حبيته قوي. شويه شخبطه بقى كده وحركات. بقول لكم الموضوع مغري جدا، وهتلاقوا نفسكم عمالين تكبوا، بس ما تقفروش علشان الموضوع ما يطلعش اوفر منكم. في اخر الفيديو هقول لكم نصيحة لاختيار الالوان، النصيحة دي ذهبية، اللي هيفضل معايا للاخر الفيديو هيعرف نصيحة بجد انتوا مش متخيلين هتفرق معاكم ازاي في موضوع سكب الاكريليك. انا حطيت كمان شوية احمر تحت ودمجتهم، وده الشكل النهائي لاول لوحة معانا، شكلها عامل زي النار كده، انوار نار، عجبتني جدا وفرحانة بيها. تعالوا نشوف اللوحة اللي جاية انا هعمل ايه. اللوحة رقم 2 وهكب عليها لون ابيض كلها. هبدأ اوزع اللون الابيض ده بالاداة اللي بصوا بقى اللي انا هعمله ده، وبصراحة ما كانش له لازمة، لكن تعالوا نشوف انا عملت ايه. انا عملت زي ما بيقول كده قرطاس، عارفين القرطاس او يعني قمع، علشان ابدا ان انا اسكب بيه. ما كانش عندي قمع عايزه ابهدله، جبت الورقه ولفتها على نفسها كده وهبدا احط فيها لون اسود، واللون الاسود ده بدات ارسم بيه اشكال. كنت عايزه اطلع ورده بصراحه، انتوا هتتفاجئوا من اللي انا هعمله دلوقتي. حطيت كمان اللون الفسفوري ده، وخلوا بالكم اي لون بحطه فانا مزجته قبل كده مع البورينج ميديم اللي احنا عملناه الاول، هحط لون احمر. وبصراحة انا كنت عشوائية همجية بوهيمية جدا في اللوحة دي، مش عارفة ايه اللي انا اعمله ده، بس انا هجيب سلسلة هجرب، هما بيعملوا كده هعمل زيهم. الله 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 على الحلويات. ما هذا الشكل. كنت عايزة اعمل وردة، انتوا عارفين بيعملوا وردة وبيعملوا فراشة وبيعملوا حاجات زي كده، بس بصراحة اول مرة اجرب يعني، فبجرب على الهوا، فيعني الموضوع ما كانش محسوب، بس تصدقوا ظريف مش وحش.
بس عارفين الالوان دي محتاجه حاجه، انا مش حاسه الالوان دي يعني مش حاساها مع بعضها، واعتقد انا عملت حاجه غلط وهقولها لكم برضو في نهايه الفيديو في الحته اللي انا قلت لكم عليها. انا هقول لكم على سر ان الالوان تكون يعني متناسقه مع بعضها ازاي. هبدا احط لون احمر عشان الم العك اللي انا بعكه ده، وبالسلسله هبدا تاني ان انا اعمل الاشكال. طب تصدقوا حلوه مش وحشه، بس مش حلوه يعني، حلوه بس وحشه، او يعني هي وحشه بس بتحاول تكون حلوه. وهرجع اوزع الالوان تاني بالشاليمو او العصا المصاص اليس كذلك، ف يعني هوزع الالوان هوزعها عادي، مش عارفه اما نشوف اخر العك كده ايه. بصوا يا جماعه انا حطيت لون فسفوري، انا خدت القرار ده وعايزاكم تثقوا فيا، مش عايزه ثقتكم فيا تتهز. حطيت لون فسفوري وحطيت لون احمر وهنشوف ايه اللي هيحصل. قعدت امزج وادمج، جبت السشوار، نسيت اقول لكم انا حطيت نقطتين من سيرم الشعر على اللون الفسفوري، وهذا ما قالت اليه اللوحه. ازاي معرفش محدش يسالني. بصوا قعدت لفلف ولملم وخلاص، كنت فقدت الامل لدرجه ان انا طفيت الموبايل ومش عايزه اصور لان قلت اللوحه دي بايظه وانا مش هكملها. المهم قعدت لفلف فيها كده وفي الاخر طلع الشكل ده. ازاي معرفش، هو دسك بالاكريليك مفاجات، ما تبقاش عارف اللوحه هتطلع معاك اصلا شكلها ايه. سامحوني ارجوكوا، انا مش عارفه ازاي اشرح لكم ان اللوحه اللي حصلت في الاول دي هيها نفس اللوحه دي. وتعالوا نعمل اخر لوحه واوعدكم انها جامده جدي. يلا جبت لوح النصبيان وسريعا دهنته باللون الابيض. بعد كده حطيت لون ازرق على البورينج ميديوم وحطيته بالشكل ده، ولون فوشيا من العلبة جاهز عندي برضو حطيته على البورينج ميديوم وقلبته زي ما انتم شايفين، عملت تكتلات كده وكنت خلاص اكاد ايأس، لكني لن ايأس ابدا. شايفين اللي حصل؟ قمر نفخت فيه جامد، وقعدت انفخ، وشايفين اللي بيحصل دلوقتي؟ متهيألي خطير. عجبني اللون البينك قوي وهفضل اضيف منه. عايزه اقول لكم اصلا ان انا ندمانه ان انا عملت اللوحه دي عباره عن ورق كرتون بيحصل له شويه تقوس، بس انا هبروزها وهحافظ عليها لانها عجبتني جدا، وان انا هنفذها على كبير على ام دي اف او على توال. اتمنى ان الموضوع عجبكم، انا اتبسطت منه جدا، شويه تجارب في حاجات منها يعني تعتبر طلعت حلوه قوي وحاجات مش قد كده. عايزاكم تقولوا لي رايكم في الكومنتات، وهقول لكم دلوقتي على السر بقى، وده مكافاه للي وصل لاخر الفيديو اصلا. سر ان انت تحط الوان حلوه وما تطلعش شكلها يقلب على الوان الجراي الوحشه اللي بنشوف بعض لوحات اكريليك كتير جدا فاشله بسببها. ما تحطش الوان متكامله جنب بعضها بدون فواصل. يعني ايه الوان متكامله؟ يعني مثلا اللون البنفسجي بيتكون من احمر وازرق، ايه اللون اللي بيكمله؟ احنا قلنا احمر وازرق، يبقى اللون اللي بيكمله هو الاصفر، يبقى اللون اللي بيكمل البنفسجي هو الاصفر. ما جيش جنب البنفسجي ومحاطط اصفر وبعد كده ما يكونش فيه فاصل ما بينهم، لا ممكن احط فاصل ابيض او فاصل باي درجة تانية بعيدة عن اللون اللي داخل في تركيبته اصفر. بالشكل ده هتطلع عندي الالوان نقية، مش الاجانب بيقول عليه مادي يعني مطين، فعلا اللون بيطلع مطين وشكله سيء جدا. دي تركة كده مكافأة للي شاف الفيديو للاخر. هسألكم سؤال في الكومنتات، هي كلمة السر؟ هتقولوا لي الالوان المتكاملة، هعرف ان انتوا شفتوا الفيديو للاخر، وده سر ما بيننا، محدش يقول لحد. الناس اللي بتمشي وتسيب الفيديو من اول دقيقة دي مالناش دعوة بيها. بشكركم جدا، ما تنسوش تابعوني على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك تيك توك وانستجرام، ودلوقتي اقول لكم سلام.